مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء ومساكم الله بالخير أحبتي المشاهدين أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج مع الناس الرمضاني. مشاهدينا الأعزاء، في هذه الليلة سنعيش معكم أجواء رمضانية في كثير من الفقرات المتنوعة والمتميزة، وهناك أيضا الكثير من الهدايا والجوائز والفقرات الفنية والترفيهية في إطار حلقة هذه الليلة من برنامج مع الناس، فكونوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، الاخ تعرف عليك احمد الفتاح، احمد عبد الوهاب من الضالع. من فين؟ من الضالع قحاف. يا هلا بيك وباهل قحاف. السؤال يقول: من هو مكتشف الشاي؟ الشاي. كم شربت شاي اليوم؟ كم شربت شاي؟ اشرب ثلاثة اغلاص يا جماعه، اشرب ثلاثة شاي، حليب ولا احمر؟ لا دنيا حليب واحمر. اذا من هو مكتشف الشاي؟ الشاي انا ما اعتقد واحد من الزهرق. قبا حلوة يعني، لا شيء يعني في سؤال غير. إذا شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، لازلنا نعيش معكم أجواء هذه الحلقة الرمضانية من برنامج مع الناس على قناة عدن الفضائية، واليوم مشاهدينا الأعزاء معنا الأستاذ، نتعرف عليك؟ رشاد أحمد حسن. الأستاذ رشاد أحمد حسن، مدرس أي مدى؟ اللغة العربية. اللغة العربية، جميل. في أي مدرسة؟ مدرسة عمار بن ياسر. مديرية؟ القبيطة. القبيطة. إذا مشاهدينا الأعزاء، لازلنا معكم ونحن نجوب الكثير من الأماكن في المديريات والمحافظات اليمنية المختلفة، واليوم معنا الأستاذ رشاد وراح ندردش معه قليلا. مشاهدينا الأعزاء، قبل إجراء هذا السؤال معه أستاذ رشاد، نتحدث عن أجواء العملية التعليمية اليوم. والله العملية التعليمية تشير بشكل مستقر، والأوضاع إن شاء الله ماشية إلى خير، والطلاب إن شاء الله بذلين جهود ممتازة، ونتمنى لهم المزيد من التقدم، هم مقبلين على نهاية العام الدراسي إن شاء الله. نعم أستاذ رشاد، نتحدث عن العادات والتقاليد وعن أجواء شهر رمضان وعن طقوس رمضان والعادات والتقاليد في هذه المنطقة. من أجواء رمضان في المناطق الريفية يختلف عن المدن من حيث العادات والتقاليد، بحيث أنه أجواء الريف تكون أكثر مرائمة بالنسبة لأبناء الريف من حيث العادات والتقاليد في المأكولات والمشروبات، وكذلك نوعية السمر من حيث تقديم مثلا في المأكولات الشفوت والشربة والعشر والمقرمش، بالإضافة إلى المحلبية وكثير من الجوانب الأخرى التي تحيي هذه الليالي رمضان. أستاذ رشاد، نحن نلاحظ أيضا من خلال شهر رمضان الكريم هناك زيارات متبادلة لا سيما لصلة الأرحام وللأصدقاء والأخوة والجيران في شهر رمضان، وهذا تحصل دائما في عادة رمضان، وخصوصا في وقت الليل عندما يبدأ السمر إلى أوقات محددة، يزور الجيران وتتم عملية التراحم في تبادل مثلا فطور رمضان فيما بين الأسر، مما يجلب السعادة والإيمان فيما بين الأسر. وهناك أيضا اجتماعات للشباب في رمضان، وأيضا الجلسات الشعبية وتبادل الحديث والنكات والطرائف وإلى غيره. يحصل هذا مثلا أن الناس يجتمعوا فيما بعد صلاة التراويح ويبدأوا يتحاولوا الأحاديث حول السمر رمضان، ثم بعد ذلك تبادل النكت، وبالإضافة إلى التذكير بالله سبحانه وتعالى وفي الأحاديث وتلاوة القرآن وغير من هذه الأشياء. إذن لازلنا معكم مشاهدينا الأعزاء من مديرية القبيطة، وتحديدا من مدرسة عمار بن ياسر مركز كرش محافظة لحج، ونحن مشاهدينا الأعزاء أيضا راح نطرح هذا السؤال الميداني في هذه الفقرة للأستاذ رشاد. أستاذ رشاد، سؤال يقول: من هو مكتشف الشاي؟ شينغ تينغ. مكتشف الشاي هو شينغ تينغ. إذن إجابة صحيحة. تحية جمهور للأستاذ رشاد من هنا من مدرسة عمار بن ياسر بمديرية القبيطة. كم شربت شاي اليوم أستاذ رشاد؟ اثنين شاي. أستاذ رشاد يا جماعة، شربت اثنين شاي اليوم، ويستاهل مننا هذه الجائزة لهذا السؤال، والذي كان يقول مشاهدينا الأعزاء: من هو مكتشف الشاي؟ هو شينغ تينغ، وقد أجاب عليها الأستاذ رشاد، ومبروك عليك هذه الجائزة، وهي مقدمة من شركة الهدنة للصرافة والتحويلات المالية. مبروك عليك الجائزة، وإيش حاب تقول للجمهور يعني؟ أقول
الجمهور كل عام وانتم بخير ورمضان كريم وان شاء الله يكون الحياه مستمره بخير. يعني حلو اليوم نشرب 2 شاي ان شاء الله. كم تلاقي جوائز كثير ان شاء الله. اذا مشاهدينا الاعزاء لا تذهبوا بعيدا، هناك الكثير من الجوائز في هذه الفقره وكل فقرات برنامج مع الناس على قناه عدن الفضائيه. مشاهدينا الاعزاء، جوائز هذه الحلقه هي مقدمه من شركه الهدنه للصرافه والتحويلات الماليه. مشاهدينا الاعزاء دعونا نذهب الى هذا الفاصل ثم نعود للقاء بكم، فكونوا معنا. إذن مشاهدينا الأعزاء لازلنا نتجول معكم من مكان إلى آخر ومن مديرية إلى أخرى ومن جبل إلى آخر ومن واد إلى آخر ومن حديقة إلى أخرى، ونحن مشاهدينا الأعزاء نوثق الكثير من الفقرات المختلفة في هذا البرنامج. اليوم مشاهدينا الأعزاء نحن متواجدون أيضا في هذا المكان الجميل والبديع في محافظة لحج تحديدا في مديرية المسيمير، واليوم معنا كوكبة من الشباب موجود معي من أبناء هذه المديرية، مديرية المسيمير، هذه المديرية الجميلة الزراعية السياحية التاريخية، توجد فيها الكثير من أماكن الخضرة والجمال. هذه المديرية أيضا مشاهدينا الأعزاء تقوم بإنتاج الكثير من المحاصيل الزراعية وتوردها إلى كثير من الأسواق المحلية، لا سيما أيضا الفواكه والبقوليات والكثير من هذه المحاصيل في هذه المديرية. اليوم مشاهدينا الأعزاء نحن موجودون طبعا في هذا البستان، بستان مديرية المسيمير، ومعنا الآن تعرف عليك. هاني مرشد حمودة. هاني حمودة، رمضان كريم، كل سنة طيب إن شاء الله. عليكم إن شاء الله وصالح الأعمال. هاني، كيف هي أيام وليالي رمضان في المسيمير؟ أيام وليالي رمضان يعني جو جميلة وأمطار وجو بارد من جميع المحافظات، يعني رمضان يجير الموضوع عندنا بسبب الجو. لا هاني، راح نتحدث أيضا عن ربما الشباب له عادات وله تقاليد في هذه المديرية، سهرات، صلاة الأرحام، مساعدة الفقراء، مساعدة المساكين. أيوة، يعني في رمضان في فاعلين الخير، في يعني يجوا يزوروا الضباحة ويزوروا الأمراض ويزوروا، بس يعني نقصنا بعض يعني القنوات ما يزور هذه المناطق مديرية المسيمير. ونحن اليوم متواجدون طبعا قناة عدن الفضائية، مشاهدينا الأعزاء هي موجودة في كل مكان، في كل حدب وصوب، في الجبهات، في الأماكن، في المديريات وفي المحافظات المحررة. أيضا تحية لقيادة قناة عدن الفضائية ممثلة بالأستاذ فارس عبد العزيز رئيس القطاع، وكذلك الأخ مدير عام البرامج ماجد محمود، وكل الزملاء في والزميلات في قناة عدن الفضائية للجهود الكبيرة التي يبذلونها في إدارتهم لكثير من البرامج والنشرات الأخبارية والتقارير. طبعا هاني، أنا راح أعطيك سؤال، وفي حال مشاهدينا الأعزاء أجاب هاني على هذا السؤال أيضا راح يحصل على جائزة. هل أنت مستعد يا هاني؟ إن شاء الله. يا شباب حيو هاني، تصفيق يا شباب. والجمهور اليوم موجود معنا هنا في مديرية المسيمير وفي هذا البستان هنا في هذه المديرية. هاني، سؤال يقول: ما أقدم علم على مدار تاريخ البشرية؟ ما أقدم مشاهدينا الأعزاء، السؤال يقول: ما هو أقدم علم على مدار تاريخ البشرية؟ يعني علم الإسلام. هو علم من العلوم. أنت أعطينا خيارات أو أعطينا إجابات، وإن شاء الله إذا كانت الإجابة صحيحة راح نساعدك وراح أيضا نثبت لك عليها بإذن الله تعالى. السؤال يقول مرة أخرى يا هاني: ما هو أقدم علم على مدار تاريخ البشرية؟ إن شاء الله يكون علم الفلك. علم الفلك، ويستاهل تصفيق مشاهدينا الأعزاء، وهو يعد أقدم علم على مدار تاريخ البشرية. إيش اللي خلاك تقول نوع علم الفلك؟ علم الفلك يعني سمعنا القصص هذه بس ضيعتها. ما شاء الله عليه، وقد حصلنا مشاهدينا على إجابة هذا السؤال الذي كان يقول: ما هو أقدم علم على مدار تاريخ البشرية؟ فكانت الإجابة من الأخ هاني من مديرية المسيمير بمحافظة لحج، وعلم الفلك. علم الفلك. إذن هاني يستاهل هذه الجائزة وقدرها 10,000 ريال، وهي أيضا مقدمة مشاهدينا الأعزاء من شركة الهدنة للصرافة والتحويلات المالية. مبروك عليك الجائزة يا هاني، وإيش حاب تقول للجمهور اللي شاهدك اليوم؟ أقول لهم إن شاء الله أتمنى أنكم تصادفوا هذه القناة في أيام يعني. يا جماعة هاني 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 مسرور وفرحان. تصفيق يا شباب الأخ هاني ومشاهدينا. من هني قناة عدن الفضائية بنزولها لمديرية المسيمير، ونقول لكم زورينا كل مرة
وانتو على ريوسنا. شكرا. وايضا نحن لنا الشرف مشاهدينا الاعزاء نجوب الكثير من الاماكن في كثير من البرامج الرمضانيه وبرامج الخارطه البرامجيه على مدار العام. مشاهدينا الاعزاء هذه وجوائز هذه الحلقه ايضا هي مقدمه مشاهدينا الاعزاء من شركه الهدنه للصرافه والتحويلات الماليه. مشاهدينا الاعزاء لا تذهبوا بعيدا، هناك الكثير من الفقرات المتنوعة والفقرات المتعددة في هذه الحلقة وكل حلقات برنامج مع الناس على قناة عدن الفضائية، فكونوا معنا. مشاهدينا الأعزاء ونحن نوثق الكثير من فقرات هذا البرنامج، شد انتباهي صوت جميل، صوت رنان، صوت طفل عذب جدا، ونحن نوثق الكثير من الفقرات مشاهدينا الأعزاء في كثير من الحدائق والمتنفسات والبساتين في مديرية مسيمير. واليوم معنا مشاهدينا الأعزاء الطفل الجميل الأمور صاحب الصوت الحلو اللي دندن قبل شوية وراح يدندن لكم، ومع الطفل شو اسمك؟ زياد مسعود. يا زياد من فين؟ من قرية مسيمير. مسيمير، لا في أي مدرسة أنت اليوم؟ في أي صف؟ صف رابع. كيف الدراسة، حلوة ولا مش حلوة؟ حلوة أكيد حلوة، مع زيادة الطفل الجميل الحلو. يا زياد احنا سمعناك أنت تدندن قبل شوية يعني تغني، يعني اليوم المشاهد الكريم راح يسمع منك أي أغنية؟ كنت أشوفك قلبي يطير، وراح قلوبكم تطير مشاهدينا الأعزاء، وراح قلوبنا أيضا راح تطير مع الطفل زياد من أبناء مديرية المسيمير. وإليك الميكروفون يا زياد. كنت شوفك قلبي يطير من الفرحة أنا غنيت، طبيبي جراح بالهوى سلطان، من يوم طالت عيني حسافة طاع عمر وياه أولي ما قدرت أنساه. كنت ساكن وسط عيني تعذبني على رؤياك، ذكريات ذكريات وانسى حبنا، ذكريات هذا مات هذا مات، انسى حبنا هذا مات، غيرك أباد ما حد بعد، غيرك أباد ما حد بعد، مشتاق دموع الحبايب والله والله الدنيا ما تفرق بيني وبينك ما حد رابح، بدنا نساوي العمر رايح، بدنا نسامح بدنا نسامح العمر رايح، موجوع قلبي والتعب فيه اللي طالع على روحي الكسر قلبي عليا، كل يوم صدمة استمن على روحي. إذا تحية لزياد وتحية لهذا الصوت، تحية فين التصفيق يا جمهور خلف الكاميرا. إذا مشاهدينا الأعزاء هذا هو الطفل الجميل زياد من أبناء مديرية المسيمير، صوت جميل وصوت حلو، ونحن نتمنى من مكتب الثقافة في لحج أن يهتم بمثل هكذا أطفال أصواتهم جميلة ويكتشفوا المواهب ويشجعوها. هذا الطفل هو صوته جميل ورنان وشد انتباهنا، وراح أكيد كان قد عجبكم وهو الآن يدندن ويغني، ونحن نتمنى له أيضا مستقبل زاهر. إيش حاب تقول للجمهور يا زياد؟ تقول رمضان كريم هما؟ رمضان كريم هما بألف خير وعافية، وأنت بألف خير وعافية. رمضان كريم وهم بألف خير وعافية. إذن زياد يسهل هذه الهدية، وهي أيضا مقدمة مشاهدينا الأعزاء من شركة الهدنة للصرافة والتحويلات المالية. ولازلنا معكم مشاهدينا الأعزاء، ونحن نجول الكثير من الأماكن والمدارس المختلفة في مديرية القبيطة محافظة لحج. واليوم مشاهدينا الأعزاء طبعا نحن متواجدين أيضا في هذه المدارس ضمن الجميع أو مختلف المدارس التي نزورها في مديرية القبيطة وكذلك المديريات والمحافظات الأخرى. ونحن مشاهدينا الأعزاء راح نطرح هذا السؤال على الطالب، لكن قبل ذلك دعونا نتعرف على الطالب. اسمك؟ روان عبد اللطيف سيف قايد. من؟ روان عبد اللطيف. روان، يا روان في أي صف دراسي؟ الثالث الثانوي. ثالث ثانوي، أي قسم؟ علمي. قسم علمي، حلو جميل جدا. يا روان نتحدث عن أجواء رمضان، كيف هي أجواء رمضان؟ أجواء رمضان شيقة.
الوجبات الأساسية واللي بتطبخها الأسرة في رمضان أو بتطبخها أنت على وجه الخصوص زي إيش؟ الشوربة والمكرونة والسمبوسة جميع على ثلاث. حلو حلو جميل جدا. يا روان أنا راح أعطيك سؤال، وفي حال أجابت الطالبة روان على هذا السؤال أيضا راح تحصل على جائزة. السؤال يقول مشاهدينا الأعزاء، من هو أول من اكتشف الأنسولين؟ السؤال مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء يقول من هو أول من اكتشف الأنسولين، ومع طالبة روان من هو يعني؟ بانتيغ بيست. بانتيغ وبيست صح، إجابة صحيحة مشاهدينا الأعزاء حصلنا عليها من هذه طالبة من الطالبة روان. روان من؟ روان عبد اللطيف. روان عبد اللطيف من مدرسة عمار بن ياسر. عمار بن ياسر مديرية القبيطة محافظة لحج، وقد أجابت على هذا السؤال والذي كان يقول من هو أول من اكتشف الأنسولين، فكانت الإجابة بانتيغ وبيست. إذن إجابة صحيحة وموفقة حصلنا عليها مشاهدينا الأعزاء من الطالبة روان، وتستاهلين هذه الجائزة وهي مقدمة أيضا من شركة الهدنة للصرافة والتحويلات المالية. روان كلمة أخيرة تود أن تقوليها في هذا اللقاء. أولا أهني جميع أهلي وأسرتي بشهر رمضان المبارك، وأهني جميع أصدقائي، كل عام هم بخير. وأنت بخير مشاهدينا الأعزاء، وجمهورنا العزيز بخير، ومشاهدينا الأعزاء مع روان نختم هذه الفقرة الميدانية من هنا من مدرسة عمار بن ياسر مديرة القبيطة محافظة لحج. مشاهدينا الأعزاء دعونا نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود اللقاء بكم، فكونوا معنا. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفقرة الميدانية أيضا هي الفنية، ومن عدن مشاهدينا الأعزاء العاصمة عدن هذه المدينة الجميلة الخلابة الساحرة بكثير من الأماكن السياحية والتاريخية والأثرية، المدينة الغنية بالكثير من الشطآن الجميلة في عدن، ومن منا لا يعرف عدن، هي عدن ملهمة الشعراء وحاضنة الجميع. ونحن مشاهدينا الأعزاء في هذه الليلة وفي هذا المساء من برنامجنا برنامج رمضان راح ندردش مع موهبة فنية صاعدة من أبناء هذه المحافظة. اليوم معنا الفنانة الجميلة أميمة الشرماني، أهلا بك ورمضان كريم، كل سنة وانت طيبة إن شاء الله. طيب إن شاء الله. اليوم نشوفك ذا مرعوبة شوية يعني، إيش حابة تقولي للجمهور، أو ربما يعني الجمهور حاب يعرف نبذة عنك، من هي أميمة الشرماني؟ والله أنا بدأت من مشواري الفني في المدرسة. سلام عليك. أيوة كنت أشارك في المدرسة في الاحتفالات وكذا، وبعدين اتجهت لمجال الأعراس وما أعراس، وحاليا مسارح. أميمة من الذي اكتشفك كموهبة، ومن الذي شجعك يعني؟ أستاذ أنور مصلح. يا سلام. أيوة. الأغاني اللي بدأت بها في المدرسة أغاني يمنية، أغاني عربية، يمنية ووطنية. نعم. اليوم أنت موجودة معنا في عدن ومشاركة أيضا في هذا المهرجان من العاصمة عدن ومن حديقة عدن نيو، إيش حابة تقولي للجمهور اليوم في هذا اللقاء؟ جمهورك معجبيك، أنت ما شاء الله عليك لديك أيضا معجبين كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن متابعين لك. نعم. والله أشكر كل الناس الذي شجعوني والمعجبين في بي، وأشكر الحاضرين كمان معانا اليوم وبس. طبعا أكيد يعني طالما أنت ضيفة معنا في هذا اللقاء مشاهدين الأعزاء مع أميمة الشرماني من أبناء أو من بنات محافظة عدن الجميلة والساحرة، أكيد راح تهدي الجمهور ماذا؟ محمد سعد. محمد سعد عبد الله، طبعا تفضل. كلمة ولو قبر خاطر، ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يا هاجر، بيد ساعي البريد، بيد ساعي البريد. إن كنت ناوي تعذبني أنا راضي بتعذيبك وأحبوه، من منك أنت يقناني، ومن يقدر يخليني أحبوه. حرام كسر الخواطر، كتر القفا ما يفيد، على كلمة ولو قبر خاطر، ولا سلام من بعيد، ولا سلام.
من بعيد. أميمة ما شاء الله عليك صوت جميل، فنانة جميلة كجمال محافظة عدن. طبعا أميمة عدن فيها الكثير من الأماكن الجميلة، الأماكن السياحية، الأماكن التاريخية. لو تحدثينا وتحدثي أيضا المشاهد الكريم الأماكن اللي حاب تقضي فيها أيام وليالي رمضان وأيام العيد في عدن ما هي؟ والله عدن بكل حلوة عارف، ونتمنى يعني أن تروح الحرب وتروح المشاكل، تبقى النفوس طيبة عشان تكون أحلى، فكل مكان حلو بعد. نعم، في خصوصا في أيام وليالي العيد هناك أماكن تقضي فيها أنت أيام وليالي العيد؟ منتجعات، منتجع الفيل، دبلوماسي، وحديقة عدن يوم، هذه أماكن. الفنانة أميمة اليوم نشاهد أنه هناك في انطلاقة كبيرة لا سيما على مستوى الشباب الموهوب، الشباب العدني. اليوم هناك الكثير من الفنانين العدنيين الشباب أقصد اشتهروا وسافروا إلى برا ونجحوا. أكيد في كثير، في كثير، بس ما فيش مكتشفين. هي رسالتك لمن توجيها أنت؟ والله أوجه رسالتي للجميع، يعني بالذات الثقافة وكذا، أن تحتضن بالذات الشباب، يعني الطلعة هذه الجديدة اللي يقولوا عليها تحتضنهم. يعني الآن للآن ما فيش حد يشتغل بالثقافة أو تبع الثقافة من الشباب دونا، كلهم القديمين والكبار والذي يعني اللي توفوا كذا، ما فيش من الشباب. وهذه رسالة من توجهها أنت؟ المسؤولين طبعا، أيوة، لوزارة الثقافة والمكتب الثقافة في عدن. عليهم لازم يكتشفوا الاهتمام بالشباب، الشباب الجميل، الشباب الصاعد. اليوم عدن فيها الكثير من الشباب الموهوبين عفوا في مجال الفن وفي مجال الغناء وفي كثير من المجالات. أميمة طبعا فنان مفضل محليا تحبه كثيرا الفنانة أميمة الشرماني، من هو؟ كعدن على مستوى الساحة اليمنية محمد سعد عبد الله. على المستوى العربي على مستوى شيرين. شيرين، إذا راح نسمع أغنية لشيرين. وإذا لازلنا معكم مشاهدين الأعزاء في هذه الفقرة الفنية مع الموهبة الغنائية والنجمة الصاعدة الفنانة أميمة. راح أيضا تسمعنا أغنية بعنوان ماذا؟ على بالي. نسمع. على بالي ولنت داري باللي قرالي، والليالي سنين طويلة سبتها لي، دنشي غالي بكل كلمة قلتها لي. على بالي ولنت داري باللي قرالي، والليالي سنين طويلة سبتها لي، دنشي غالي بكل كلمة قلتها لي. ما شاء الله ما شاء الله عليك، صوت وخامة جميلة، وحقيقة نحن نتمنى لك أيضا مستقبل كبير وزاهر بإذن الله تعالى. ربما لديك أحلام ولديك طموحات قادمة. أكيد نتمنى. إيش اللي تمنى بالضبط يعني؟ يعني لقاءات، شهرة. لازم. ما جديد الفنانة أميمة؟ ربما لديك أيضا حفلات، ندوات قادمة في الأعياد وما إلى ذلك. والله للآن عدو ما فيش أي جديد، بس إن شاء الله بيكون بإذن الله تعالى. إن شاء الله. أميمة، ونحن نتحدث اليوم في عن أجواء رمضان في عدن. ربما الشهر رمضان له ميزة خاصة هناك مميزة في عدن. ما الذي يميز رمضان في عدن يعني؟ والله رمضان حلو وأوقاته حلوة، تجمع أهل البيت، يعني وقت الفطور وقت الكذا. طبعا تنسي في حاجات اللي هي أغاني وكذا، تحدث من رأسك، تبقى مع القرآن مع الصلاة، مع أجواء غير يعني. أيوة أجواء غير، أجواء غير، تقرب من الله بإذن الله تعالى. إذا أين نجد أميمة الفنانة الجميلة أميمة في الطباخة؟ في البيت. لا موجودة موجودة في الطباخة بكل شيء ما شاء الله. طبخات اللي أنت دائما تعمليها أو متمكنة فيها في رمضان، أو طبخات شعبية أنت تحبي تقدميها؟ كل شيء، نعمل الشوربة، نعمل السمبوسة، نعمل معجنات، نعمل أكيد نعمل الزربيان، هذا لازم.
بعدن بالزربيان. يا سلام عليك. بعدن هي جميلة ومشهورة طبعا بالكثير والكثير بالعادات والتقاليد الشعبية وإلى غير ذلك. ورمضان غير في عدن، يعني عدن هذه المدينة الساحرة، هي ملهمة شعراء وهي أيضا حاضنة الجميع. أميمة، اليوم في نهاية هذا اللقاء ربما لديك رسالة لشخص عزيز عليك أو صديقة أو من؟ لأمي. أمك ما شاء الله عليك. أهدي أمي رسالة وأشكرها على تربيتي لي وكبري، وأهنيها بمناسبة رمضان وأقول لها ربي يديمك يا طول العمر بإذن الله تعالى، ويديم أيضا جميع أمهات مشاهدينا الكرام. نعم. وأهدي أهلي، وبنفس الوقت ما أنسيش زوجي اللي واقف معي بحياتي أكيد، وأشكر كل اللي وقفوا معي بحياتي وهنيهم، وإن شاء الله ربي يعيدهم معي بكل أعيادي بكل فرحتي وبكل وقت. طبعا أميمة نحن سعداء ونحن حقيقة ندردش معك في هذا اللقاء الذي مر على عجالة. ربما أنت راح تختمي هذا اللقاء بأغنية عربية محلية، ماذا؟ أكدب عليك. يا سلام عليك، تفضلي. أكدب عليك، أكدب عليك، أكدب عليك، أكدب عليك، أكدب عليك، لو قلت بحبك لسا أكدب عليك، وأكدب عليك، لو قلت نسيتك همسا أكدب عليك. أمال أنا إيه؟ قل لي أنت أنا إيه؟ اختر لي ضر وأنا أرسى. اختر لي بر وانا رسالي، انت حبيبي يعني انت حبيبي، ولا حبيبي عشان انت حبيبي، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي، قول يا حبيبي قول، قول 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 يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله عليك، متمكنة في جميع الألوان المحلية والعربية. حقيقة نحن نتمنى لك مستقبل زاهر بإذن الله تعالى. كلمة أخيرة تريد أن تقوليها للجمهور الكريم المتابع لك في هذا اللقاء، ماذا تقولي لهم؟ والله نشكر كل الناس ونشكر جميع الأهل والجمهور الجميل اللي دائما واقف معي ويتابعوني دائما بأي شيء أنزله كذا، ونقول الحمد لله على اللي وصلنا له. شكرا جزيلا لك لهذه الدقائق الجميلة التي طبعا مشاهدينا الأعزاء كنا قد درشنا مع الفنانة الجميلة أميمة الشرماني من هنا من العاصمة عدن.